مرحبا بالجميع. كما رأيتم من عنوان الحلقة، سأتكلم قليلا عن اليوتيوب وعن المشاكل التي يواجهها أغلب صانعي المحتوى، يعني المشاكل التي يعاني منها أصحاب القنوات وكذلك رؤيتي المستقبلية لليوتيوب. سأحكي عن هذا كذلك. فكما تعلمون، والكلام هذا موجه خصيصا لأصحاب القنوات، فإن المشاهدات ونسبة التفاعل قد شهدت انخفاض كبير، يعني خصوصا في هذه الفترة، أو دعنا نقول في السنوات الأخيرة بالضبط. وقبل أن أبدأ، يعني من الضروري أن أشرح قليلا يعني بالتفصيل منظومة اليوتيوب. فكما يعلم البعض منكم أن يوجد اليوتيوب، وهو منصة بلاتفورم، وكذلك يوجد صانع المحتوى أي صاحب القناة مثلا، والمشاهد يعني الجمهور، ورابع شيء يعني يوجد المعلن يعني صاحب الشركة أو صاحب السلعة الذي يود أن يقوم بإعلان لسلعته أو ترويج بضاعته يعني. لكن ما نراه الآن خصوصا خلال هذه السنوات الأخيرة، أن الجمهور بنفسي يعني هو بنفسي يعني أصبح صانع محتوى هو كذلك، يعني الجمهور بحد ذاته لديه قناة ويقدم محتوى معين في هذه القناة مهما كان هذا المحتوى، فلا يهم. لماذا؟ لأن ببساطة اليوتيوب منصة ربحية، وهو لم يكن من قبل منصة ربحية، يعني قبل سنوات دعنا نقول في بدايات ظهور اليوتيوب مثلا. الآن أصبح ناس كثيرة لديها قناة هي كذلك وتقدم محتوى، فكما قلت مهما يكون هذا المحتوى سواء كان رديئا أو كان جيدا، المهم أنه إذا حقق شروط بإمكانه أن يربح مالا من الأدسنس. ولهذا فإن المشاهد لم يعد يهتم بالدرجة الأولى أن يشاهد وأن يتابع فيديوهات الآخرين، لم يعد مهتم أن يتابع محتوى القنوات الأخرى. فالمشاهد داخل قرارات نفسه يقول لماذا أشاهد مقطع شخص ما، محتوى شخص ما، ويربح في الأخير المال من خلال مشاهداتي له، مع العلم أنني باستطاعتي القيام بنفس الشيء، باستطاعتي فتح قناة بشكل سهل وعرض محتوى مهما كان، وأربح أنا كذلك من مال الأدسنس. ومن هنا أصدقائي نرجع للنقطة الأولى التي تحدثت فيها عن سبب نقص المشاهدات والتفاعل، وذلك لأن المشاهد أصبح صانع محتوى كذلك، فمن سيشاهد من، يعني من فينا سيشاهد الآخر في نهاية المطاف؟ يعني تخيل أنك شخص دخلت لسوق مثلا ووجدت الجميع يبيع، الجميع لديه سلعة ما يعرضها ويبيعها، ولا يوجد مشتري، أو أن عدد المشترين قليل جدا، والسلع والناس التي تبيع كثيرة جدا. يعني هذا بالضبط حال اليوتيوب الآن. أما بالنسبة للمشكل الثاني الذي يخص اليوتيوب من الدرجة الأولى، فهو ببساطة أنه يعاني من المنافسة الشرسة من قبل المنصات الأخرى مثل تيك توك أو سناب شات وإنستغرام وإلى غيره. وكذلك الجمهور أصبح يشاهد الفيديوهات القصيرة فقط، يعني في شورت فيديوز يشاهدها بكثرة، لا تتعدى الثواني فقط. يعني المشكل كذلك من جهة الجمهور هو كذلك. يعني في هذه الفقرة الثانية أصدقائي سأتحدث قليلا عن نظرتي المستقبلية لليوتيوب، وهذا هو الشيء الذي دعاني لأن أقوم بهذا الفيديو من الأصل، والسبب لأني مؤخرا يعني أصبحت أرى قنوات عديدة جدا مختصة في الأعمال الحرفية،
أقصد بالأعمال الحرفية يعني مثل النجارة، مثل الصباغة، يعني صباغ لديه قناة وتشاهد كيف يقوم بصبغ، أو قباص مثلا الذي اسمه بالضبط باللغة العربية، أو السباك، أو تقني الكهرباء مثلا، أشياء من مثل هذا القبيل. يعني كلهم حرفيين لديهم قنوات على اليوتيوب ولديهم مشاهدين. وبين قوسين أنا لا أهاجم أي صاحب حرفة أو أي صاحب قناة، أنا فقط أحكي عن موضوع معين، ولا يوجد الصحيح أو الخطأ في هذا ليس انتقاد، فقط أناقش فقط يعني. فتخيل معي أنك تعيش في المستقبل الآن، تعيش في مستقبل بعيد مثلا، والجميع لديه قناة مفعلة، الجميع بدون استثناء، يعني داخل كل عائلة نجد أفرادها لديهم قناة ويعرضون محتوى ما. فأول شيء سنلاحظه أن المدينة ستكون مهجورة، يعني قليلا مهجورة من السكان نوعا ما، ليس لانقراضهم طبعا، بل لأن الجميع لديه دخل من اليوتيوب، الجميع يشتغل عبر الحاسوب في منزله، ولا داعي لأن يخرج من البيت إلا في حالات قليلة جدا. فمثلا أنك شخص يعني لم أنسق في هذه الموضة، أو دعنا نسميها أي شيء، في هذه الموجة مثلا، أين سأجد السباك مثلا؟ بدر يحتاج مثلا إلى سباك، لديه أشغال في البيت، يحتاج إلى نجار، إلى يد عاملة، لو احتجت ذات مرة للنجار. وهذا بدأت يعني ألاحظه مع نفسي حتى الآن، يعني أن عدد الحرفيين في المدينة أصبح قليل جدا، بالكاد تجد عامل بناء إذا كان لديك أشغال بالبيت مثلا. وهذا يذكرني بين قوسين يعني بالديليفري، يعني مثل جلوفو مثلا. ولو أن هذا المثال خارج عن الموضوع يعني آسف، ولكن لنضرب به مثل لو سمحتم. فنرى غالبية الناس الآن بالكاد طال الشمس فقط تقوم بعمل طلبات من الهاتف وهي جالسة في بيتها، ويتم إحضار كل شيء من الأكل، بداية من الأكل الآن أصبح حرفيا كل شيء، يعني لا داعي أن تخرج من بيتك من الأساس. للأسف الشديد أرى حالة من الكسل والخمول يتجه إليه هذا العالم الذي نعيش فيه. وأخيرا قبل أن أختم الفيديو، فقط هذا كلام من وجهة نظري، ليس بالضرورة أن يكون صحيح، وكلامي هذا بالطبع يعني يتضمن أشياء خاطئة أكيد، يعني لا يعلم الغيب إلا الله في الأخير. أشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء.